Hello, everybody. How are you? I hope you are fine. Welcome to a new lesson. مرحبا بكم إلى درس جديد. And also, أيضا today, we are going to improve your speaking skill. سنطور مهارات التحدث لديكم عن طريق the most common phrases or sentences in English language. عن طريق التدريب على تحفيظكم أو أن تحفظوا أشهر العبارات المتكررة والشائعة في اللغة الإنجليزية. عندنا الكلام الذي سنقوله الآن سنقوله باللغة العربية ثم سنترجمه باللغة الإنجليزية. كيف تريد أن تقول لشخص مثلا أريد أن أذهب لكي أتمشى؟ إذا أردت أن تقول أنا أريد أن أذهب للتمشي ستقول I would like to go for a walk. I'd like اختصار لـ I would like. I'd like to go for a walk. كررها بشكل متكرر ستجدها أسهل على لسانك ولا تكتفي بالاستماع فقط. I'd like to go for a walk. I'd like to go for a walk. عندما تريد أن تقول لأحدهم إذا احتجت أي حاجة فقط اتصل بي أو إذا احتجت أي حاجة اعلمني بذلك. If you need a help or if you need anything just call me. Just let me know. If you need help, if you need anything, just let me know. Just call me. يعني اختار احدهم, no problem. إذا دخلت إلى أحد المحلات أو إذا أردت أن تقول لأحدهم ممكن يعني آخذ هذا الشيء وأشاهده, ممكن ألقي نظرة. Can I have a look? Can I have a look, please? إذا أنت تريد أن تلقي نظرة على تي شيرت أو شيرت أو أي بضاعة دخلت إليها وتريد أن تحصل عليها لكي تراها فتقول Can I have a look please؟ ممكن ألقي نظرة لو سمحت. إذا عجبتك ستقول I will take it, سأخذها. I will take it. والاختصار أفضل أن تقول I'll take it. I'll take it. كررها ستجدها بسيطة إن شاء الله. It's very simple. It's not very difficult. I'll take it. Can I have a look at it? ممكن ألقي نظرة عليها. Okay. I'll take it. سأخذها. إذا أردت أن تقول لأحدهم اتصل بك وأنت مشغول وأردت أن تقوله سأعاود الاتصال بك لاحقا. أنا مشغول الآن. فماذا تقول له؟ I'm sorry. I'm busy now. I'll call you back later. Again, I'm sorry. I'm sorry. بدل I am, استخدم الطريقة المختصرة. I'm sorry. I'm busy now. I'll call you back later. I'll call you back later. بدل I will, I'll call you back later. هذه من الجمل المهمة جدا اللي بنستخدمها too much. إذا أردت أن تستخدم أي شيء في مع زميلك أو مع أحد آخر, مثلا تستخدم جواله أو تستخدم قلمه أو تستخدم أي شيء فستقول May I use your mobile please? May I use your mobile please? Again, may I use وغير الكلمة التي تريد أن تستخدمها. ممكن استخدم جوالك, سيارتك, قلمك. May I use your pen please? وعلى هذا الحال. السؤال على الطقس من الأسئلة السهلة ولكن البعض لا يعرف أن هناك سؤالين. How is the weather in? كيف الطقس في؟ واذكر الدولة التي تبحث عن الطقس فيها. How is the weather in London? How is the weather in Paris? How is the weather? وهناك أيضا طريقة أخرى. What's the weather like in? What's the weather like in? إن تقوم بحفظها بهذا الشكل ستجدها it's very simple, بسيطة جدا. How is the weather? How is the weather in? What's the weather like in? Okay? إذا أنت يعني بتذهب إلى مكان معين, حفلة أو أي شيء, ويسألك أحدهم هل لديك حجز؟ أو أنت تريد أن تسأل أحدهم, تسأل أصدقائك أن هناك هل عندك حجز لدى الفندق الفلاني أو في المكان الفلاني أو في حفلة أو أي يعني حجز. والحجز بالإنجليزي هو reservation. فالسؤال أصبح بسيط. Do you have a reservation? Again, كرر معي. Do you have a reservation?
الذي يقول الكلمة أجدها صعبة علي، اقسمها قسمين كما عودتكم. Reservation. Reservation. ادمجها. Reservation. Reservation. Do you have a reservation? هل لديك موعد؟ إذا أردت أن تقول أنا محتاج أن يعني أشوف الدكتور لأنه أنت بتحس أنك تعبان، فستقول I need to see the doctor أو I need to see a doctor. I need to see a doctor وهي الأصح. The doctor إذا كان الدكتور هذا يعني سبق وأن تحدثت معه ثم تعبت مرة أخرى فتقول I need to see the doctor وتقصد بالدكتور الذي قابلته قبل قليل. لكن I need to see a doctor يعني أنت الآن لسه جاك الألم الآن فتريد أن ترى أي دكتور، ليس دكتور بعينه لكن the doctor، أنت بتعرف الدكتور الذي قابلته قبل قليل أو قبل كم يوم، فيعرف السامع الذي تحدثه عن من، عن أي دكتور تتحدث. إذا أردت أن تقول أنا أريد أن أقول شيء ستقول I want to say something، يعني أثناء الحوار فالناس بيتكلموا بيتحدثوا ستقول excuse me I want to say something. Again, I want to say something. أريد أن أقول شيء ما. فتدلي بعد كذا برأيك. إذا أردت أن تقول أنا أريد أن أريك شيئا. نفس الطريقة ولكن ستقول I want to show you something. I want to show you something. Show يبين أو يعرض. I want to show you something. Okay. طيب عندما تذهب إلى أنت تريد أن تقابل دكتور أو مدير في شركة أو أيا كان، عادة ما يتم توجيه السؤال هل لديك موعد؟ هذا السؤال هو Do you have an appointment? Do you have an appointment موعد؟ Do you have an appointment؟ فشوف عندما دمجت البعض يجدها صعبة عندما دمجت، لكن عندما تقسمها Do you have an appointment؟ Do you have an appointment؟ تدرب عليها لأنه فعلا البعض ما زالت لسانهم ثقيلة فيحتاج أن يرطبوها عن طريق التكرار Do you have an appointment؟ Do you have an appointment؟ Can I have a look؟ Can I have a look؟ Can I have a look؟ I'll take it. I'll take it. I'll take it. May I use your mobile؟ May I use your mobile؟ May I use your mobile؟ Would you like to go for a walk؟ I would like to go for a walk. If you need a help, just let me know. Do you have a reservation? I need to see a doctor. I want to say something. I want to show you something. هذه الكلمات وهذه العبارات محتاج انك تكررها. It's a good idea. فكرة جيدة لك إذا أنت find someone. تجد لك شخص معين يتحدث الإنجليزية واستخدمها معه. It will be يعني a great idea. فكرة رائعة جدا. نكمل بعض العبارات أيضا التي نحتاجها في الحياة. البعض يقول لا يوجد لدي مال كافي. لا يوجد لدي مال كافي. I don't have enough money. I don't have enough. Enough كافي. Money. I don't have enough money. لا يوجد لدي مال كافي. لشراء شيء معين يعني أنت بحثت في جيبك لا يوجد لديك نقود أو مال كافي. I don't have enough money. إذا أنت سافرت خارج بلدك وأنت في دولة وتريد أن تسأل المارة أو أي أحد في الشارع لو سمحت كيف أصل إلى مثلا البنك الفلاني أو الشركة الفلانية أو المبنى الفلاني أو الحديقة الفلانية من هنا، هذا السؤال لابد أن يحفظه كل إنسان لأنه it's very important يعني كل واحد بيحتاجه everyone needs it. السؤال هو excuse me. طبعا كلمة excuse me هو للفت الانتباه او جذب انتباه الاخرين حتى ينتبهوا لك، لانه انت لو ما تستخدم excuse me وانت في الشارع على الاغلب الناس يعتبروها انها وقاحة انك تسأل مباشرة ان تقول مثلا اين كذا او كيف اصل دون ان تستأذنه، لانه excuse me معناته استسمحك عذرا يعني اعذرني، فيعيرك اهتمامه فتبدأ تقول له how do I get to، وتذكر المكان الذي تبحث عن from here. How do I get to from here؟ يعني افترض انك انت تبحث على ناشونال بارك، حديقة اسمها ناشونال بارك، فتقول لأحدهم وتريد ان تسأل عليها excuse me how do I get to national park from here؟ How do I get to airport from here؟ How do I get to PPS hospital from here؟ كيف أصل إلى المستشفى الفلاني من هنا؟
هو يبدأ يعني يخبرك انك انت ممكن تاخذ تاكسي او تاخذ يو كان تيك تاكسي اور سبواي. يعني هذا بعد كذا الحوار ياخذ مجرى. عندما يعني تجد صاحبك انه او زميلك او احدهم صديقتك او يعني يبدو عليه انزعاج فتريد ان تقول يبدو عليك انك منزعج، يعني ايش المشكله؟ فماذا تقول؟ You look upset. You look upset. What's wrong? What's wrong? What's up? What's up? كيفك؟ ايش فيك؟ You look upset يعني انت تبدو عليك انك متضايق او زعلان. What's wrong؟ ايضا من الاشياء المهمه ايضا ممكن تكمل السؤال تقول واتس جوين اون، يعني ايش اللي بيحصل هنا؟ يعني انت دخلت على موقف قد يكون سيء فتقول واتس جوينج اون، فينطقوها واتس جوين اون. واتس جوين اون العباره او الجمله التي كثير ناس يعني يحتاجوها عندما انت لا تحب مثلا نوع معين من الموسيقى او لا تحب مثلا اغنيه معينه او حتى افلام، وتقول يا اخي انا مش قادر اتحمل، يعني انا لا اتحمل هذا الشيء، لا أستطيع أن أتحمل هذه الموسيقى، لا أستطيع أن أتحمل ريحة السمك، لا أستطيع أن أتحمل هذه. بالإنجليش means I can't stand it or I can't stand that، لا أستطيع أتحمل ذلك. I can't stand that. I can't stand that. إذا أردت أن تقول لأحدهم سأعمل كل ما بوسعي، I'll do my best. I'll do my best. I will اختصرها I'll do my best. I'll do my best. سأعمل كل ما بوسعي. إذا أنت ذهبت إلى مطار أو إلى سفارة كثير ما يسألك أحدهم كيف تتهجأ، يعني اسمك الأول أو اسمك الأخير، يعني يطلب منك أن تعطيهم الحروف، وهذا لسبب أنه البعض قد يكون اسمه مكتوب بطريقة تحتمل أكثر من حرف، يعني ممكن يكون F or V، ممكن P ثقيلة أو البي الخفيفة، فلذلك يطلبوا منك السبيلينج. السؤال هو How do you spell your first name please? How do you spell your first name please? والاسم الأخير How do you spell your last name please? How do you spell your last name please? طبعا حاول أنك أنت تتدرب عليها لأنها تكون كويسة لك أنت، حتى لو وجدت وظيفة وأردت أن تأخذ أو توجه السؤال لآخر. يعني السؤال الذي تسأل على السعر، الأغلب الناس بيعرفوا how much is this، كم سعر هذا، لكن هناك سؤال أيضا شائع جدا ومنتشر وهو how much does it cost. How much does it cost؟ احفظه. How much does it cost؟ كم يكلف هذا؟ How much does it cost؟ إذا أردت أن تقول أنا يجب أن أذهب I have to go. I have to go now. I have to go now. طبعا إذا أردت أن تقول أنا يجب أن أرجع I have got to get back. I have got to get back. ولكن يختصروها بالأفلام الأمريكية أو عند الأمريكان عندما تشاهد الأفلام الأمريكية، فبدل ما يقولوا I have got to get back يقولونها بالشكل التالي I've got to get back now. يجب أن أرجع الآن. I've got to get back now. I've got to get back now. وانت احفظها بهذا الشكل او بالشكل المختصر او غير المختصر. It's up to you. هذه جملة جديدة. It's up to you. الامر يعود لك. يعني انت احيانا بتسأل شخص وتقول والله It's up to you. الشيء هذا شأنك يعني ويعود لك. You agree or disagree. توافق او لا توافق. It's up to you. الامر يعود لك. اتمنى ان تكون هذه العبارات رائعة ومفيدة لك، وحاول انك تحفظها. ولا يكفي أنك فقط you look and تنظر and you listen، لا، حاول أن تكررها. Do you have an appointment? Do you have an appointment? هل لديك موعد؟ I don't have enough money. I don't have enough money. I don't have enough money. حاول أنك أنت تسرع فيها عشان تثبت معك ولسانك يتعود عليها. When you need it، عندما تحتاجها. How do I get to from here؟ كيف أصل إلى المكان الفلاني من هنا؟ You look upset. What's wrong؟ يبدو عليك أنك زعلان. ما المشكلة؟ What's going on؟ إيش اللي بيحصل هنا؟ I can't stand that. لا أستطيع تحمل ذلك. I'll do my best. I'll do my best. سأعمل كل ما بوسعي. How do you spell your first name? How do you spell your last name? How much does it cost? How much does it cost? I have to go now. I have to go now. I've got to get back. I've got to get back. I've got to get back.
I've got to get back now. إذا أردتها بالطريقة المختصرة. شكرا جزيلا لكم، وأتمنى إذا أردتم مثل هذه الفيديوهات أن تكتب لي في التعليقات. وإذا كنت جديد in my channel في قناتي، اضغط أسفل الشاشة تعلم الإنجليزية مع مراد. وأردت أن تبدأ من المستويات الأولى، اضغط على قوائم التشغيل، سيظهر لك كلمة اسمها قوائم التشغيل، هي أهم ما يفيدك إذا أردت أن تدخل إلى قناتي. ستظهر لك المستويات ليفل 1 2 3 4، نحن الآن في ليفل 4. ابدأ من المستوى الذي يناسبك. Thank you very much for your listening. That was Mr. Murad talking to you. Good luck and see you soon. مع السلامة. Goodbye.